عاوزك تستخدم كرشف في الدايرة الايه الكهربية ديت. اول حاجة هعملها هبسط الشكل ازاي. انا عندي واضح قدامي ان ديت دلتا. ازاي؟ لو انا جيت ظبطت الرسمة بتاعتي بالشكل ده كده، والعشرة اللي هي القيمة اللي هي العشرة المقاومة ديت، ظبطت يعني ايه الدلتا بتاعتي على الشكل ده كده تمام، وحولت الدلتا ديت لستار، حولناها لستار. بقول لك حولناها لستار ازاي. مثلا انا عاوز قيمة الارض الار واحد ديت، الار واحد ديت بادئة من النقطة هنا، هي من الفرعين اللي في الدلتا اللي خارجين من النقطة ديت. هتلاقي القمة ديت والقمة ديت، يبقى القمة ديت والقمة ديت هي اللي ينكتبوا فوق على مجموع التلاتة اللي هما في الدلتا. يبقى انا كده الار واحد هتساوي الار اتنين هتساوي الار تلاتة، عشان متساويين في القيمة هتساوي عشرة على التلاتة. هتبص معايا هنا كده، بص بس انا بسطت الشكل ازاي، مالكش دعوة بالحاجات اللي انا عاملها دي. هتلاقي العشرة على التلاتة رجعتها مكانها هنا تاني، وبرضو العشرة على التلاتة هنا رجعتها مكانها تاني، والار واحد نزلتها تحت شوية مع العشرة ايه هنا. فجيت بسطت الشكل عن كده كمان ايه شوية. ازاي؟ نلقي نظرة برضو هنا تاني كده عشان مش هنرجع للصفحة ديت تاني. انا بسطت الشكل ده تاني ازاي. انا عندي التيار هيمشي في العشرة والعشرة التلاتة نفس التيار اللي مشي في دول، فدولت هيبقوا توالوا مع بعض ودولت هيبقوا توالوا مع بعض. ظبطت انا الدايرة للشكل ده كده، جمعتهم توالوا مع بعض وظبطت الايه الشكل. لاحظ ان التيار اللي داخل للنود ديت داخل للنود ديت تمام، وفي هنا تيار اسمه اي واحد خارج من البطارية وجاي هنا، يبقى التيار اللي في الفرع ده بيساوي التيارات اللي دخلت للنود قد التيارات اللي خرجت من النود. اللي داخل بيساوي اللي خارج في الكيرشوف كارنت لو تمام. فانا عندي هنا بعد ما انا ظبطت الفروض عادي، باجي لللوب الاول. انا اللوب دي معلوم في التيار عادي، انا عاوز اعرف التيار اللي في اللوب ده ازاي. هستخدم هنا الكيرشوف فولتج لو، اللي هو بيقول لك مجموع فروع الجهد لو في اي مسار مغلق بيساوي الفولتج دروب، مجموع الفولتج دروب اللي حصل على المقاومات. هنشوف عملنا ايه. انا هنا واخد الاتجاه ده الموجب، وانا عندي هلاقي ان الاتجاه ده عكس الاتجاه ده، فده اللي هيخليني ان هاخد الفولتج دروب اللي حصل على المقاومة هنا ده بالسالب، هيبقى سالب المقاومة في التيار ناقص العشرة على التلاتة في قيمة التيار الأول بسالب ايه 50، بتساوي سالب 50 اللي هو بيساوي الفولتج، بيساوي اللي هو مجموع الجهود اللي هو بيساوي مجموع مصادر الجهد اللي هو عند المصدر بـ50. وهتلاقي ان الاتجاه ده اللي بيمر اللي انا فرضه كده عكس اللي انا فرضه، فعشان كده اخدها سالب ايه 50. واقعد ابسط عادي شغل الرياضة بالشكل ده كده لحد ما هطلع التيار اللي مر في اللوب الاول باتنين واتنين.